السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نتناول الانهيار الحقلي الذي حدث على الحقل المغناطيسي الأرضي، حيث أننا منذ 7 أيام الماضية كنا نشاهد تشوهات شديدة وانتباجات وأشباه انهيارات حقلية على حقلنا المغناطيسي، تتوج ليلة البارحة عند الساعة 9 بانهيار حقلي تام دام لمدة أكثر من ساعتين، حيث أننا هنا هذه الصورة على الساعة 8:57 من يوم 22/1 نراها هنا تقطع الخطوط وتبعثرها، انعدام القوس الصاد، تلاشي القوس الصاد، ويتضح لنا انعدام كذلك القوس الصاد والانتفاخ فان آلن. في الحالة العادية يظهر لنا هنا انتفاخ، هذا عند الساعة 9، هنا عند الساعة 10 تقطع وتبعثر واندثار لخطوط الحقل المغناطيسي، انعدام وتلاشي القوس الصاد تماما، بالتالي دخول طاقة شديدة نحو الأرض. هذه الصورة هي التي تعبر عن حالة الانهيار الحقلي التام، حيث أنه خرج العديد من الصفحات سابقا حين كانت تحدث تلك الانتباجات ليتحدثوا عن انهيار حقلي. فالانهيار الحقلي هو تخبط في الخطوط وتبعثرها وتقطعها بشكل جد كبير، وانعدام القوس الصاد تلاشيه تماما، يطرق الباب مفتوحا أمام الأشعة الدخيلة كما ترون في الصورة. فهذا الانهيار كما قلت دام من 9 إلى حدود 11، يعني أن ساعتين تقريبا، ساعتين ودقائق. هنا أيضا تلاحظون تشوهات الحقلية، تبعثر الخطوط وانعدام الحقل الصاد. هنا عند الساعة 11 أيضا كما تشاهدون هذا هو شكل الانهيار الحقلي التام، بينما كنا نعرض سابقا الحالة الطبيعية للحقل المغناطيسي وسنقوم بعرضها أيضا الآن. هنا عندنا الحالة الطبيعية، وكانت هذه الحالة كما أقول دائما في سنة 2009. انظروا معي للخطوط وانظروا للقوس الصاد، انتفاخ فان آلن. هذه هي الحالة الطبيعية لحقلنا المغناطيسي، هنا تشاهدونها بمقطع فيديو كما ترون من الموقع عند الساعة 9 إلى 10، وتلاحظون الانهيار بشكل واضح جدا، ودام كما قلت ساعتين، إذن فهناك شحن طاقي شديد جدا صار تفريغاته وتأثيراته في قادم الأيام. فانهيار لمدة ساعتين هو انهيار ذو مدة زمنية قابلة لشحن الأرض بشكل كبير جدا، بشكل قوي. نمر لحالة الحقل الصاد للرياح الشمسية، هناك كما ترون عند الساعة 10 إلى 11، وانظروا معي إلى التكسر، تبعثر، انعدام القوس الصاد الذي يصد الرياح الشمسية انعدم، الذي يحمي الأرض سواء من الرياح الشمسية أو من القوة الكهرومغناطيسية الدخيلة، وتلاحظون معي أنه انعدم تماما، بدأ التكسر حتى انكمش وتقلص إلى أقصى الحدود. فهذا هو الانهيار الحقلي الذي نتحدث عنه. فيما ما وقع من انتباجات حقلية سابقة، أعطت زلازل سابقة هنا عندنا بالصين، زلزال بقوة 7 البارحة، وكذلك تم تسجيل زلزال بقوة 6 ريختر، وكذلك 9 زلازل بقوة 5. هذا بالنسبة لتفريغ الشحنات في حالة الانتباجات الماضية. سوف نرى ما ستؤول إليه الأمور بعد هذا الانهيار الحقلي الطويل، ونحن نرتقب انهيارات حقلية متتالية، 3 انهيارات حقلية تنتج لنا
زلازل الميجا ريختر. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.